احنا طبعا اجيال ورا اجيال بتيجي وتصوم رمضان، ففي الجيل الجديد برضو لازم يتعلم ازاي يتناول الوجبات الصحية قبل رمضان بيوم. يجب ان احنا نوزن نفسنا عشان نعرف في نهاية رمضان اذا كنا فعلا نجحنا ان احنا نتحكم في وزننا ولا لا. مش بس التحكم في الوزن، لكن كمان ان احنا نخرج من رمضان اصحاء بدون اي مضاعفات، سواء كنا مرضى او مسموح لنا او سمح لنا الطبيب ان احنا نصوم خلال شهر رمضان، علشان ما يبقاش عندنا مضاعفات زي برضو بعض مضاعفات السكر او القرحة او امراض الكلى. نخرج من رمضان سلام معافين، وكمان نؤدي في رمضان روحانيات رمضان. الوجبة الاولى في رمضان هي وجبة السحور، وجبة الافطار. وجبة الإفطار بين الوجبات طبعا اللي احنا بنبقى حريصين عليها ان احنا نتناولها بصورة صحية. أول حاجة في رمضان لما نيجي نفطر هو ان احنا نفطر على الماء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني الواحد إذا ما لقاش تمر يكون فطوره على الماء، لأن الماء طهور. كلمة طهور كلمة عامة كبيرة، وبتحمل إن إحنا بنتطهر من السموم اللي داخل الجسم. كمان المية خاصة الماء البارد، واحد لما يتناوله على وجبة الإفطار الماء البارد عنده وظيفة إنه بيساعد على فقد الوزن. الجسم بطبيعة حاله بيعمل حاجة اسمها ثيرموجينيسيس أو تدفئة للسوائل والأطعمة الباردة. يعني الجسم ما بيعرفش يتعامل مع الأطعمة الباردة خالص، لازم يحولها إلى أطعمة دافئة، فبالتالي الجسم بيفقد بعض السعرات الحرارية. أول نصيحة أنا بحب أنصحها إن إحنا نفطر على ماء بارد، مش ماء متلج يعني في تلج، لكن ماء من التلاجة عادي خالص، درجة حرارته 10 15 درجة مئوية. أول حاجة نبتدي بيها الماء، بيعيد إلى الجسم الرطوبة بتاعته. الماء بيخفف من تركيز البول، هتفرق كتير قوي معاك وهتحس بدوت في نهاية الصيام إزاي الماء ساعد على عملية الهضم وكمان تقليل مستوى سكر الدم. هتحس بفرق شاسع ببداية شرب الماء البارد في وجبة الإفطار. تاني حاجة ممكن نفطر زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيوصينا بالتمر واللبن أو اللبن الرايب، ده شيء جميل جدا. وناخد واحدة قطايف مثلا أو حتة قطعة كنافة علشان يعني نحافظ على عاداتنا الغذائية المصرية. بعد كده بنقوم نصلي لمدة مثلا 20 دقيقة، وبنرجع مرة أخرى ناخد بريك تاني أو الوجبة بتاعتنا الأساسية هي وجبة الإفطار. وجبة الإفطار يجب إن احنا نبتديها بالشوربة أو الحساء. الحساء بيساعد على تحريك العصارات الهضمية، وبيساعد الإنسان إن هو يتناول الوجبة بتاعته بصحة. دوت مكان إن احنا نشتري مخللات. المخللات فيها كمية كبيرة من الملح بتساعد على حجز الماء داخل الجسم. بعض الناس عندهم بعض التورمات، ده بتزود كمية التورمات. بعض المرضى المصابين بضغط الدم، ده بيساعد على ارتفاع ضغط الدم. فأرجوكم نقلل كتير من الملح أو المخللات. نستبدل المخللات بطبق حساء أو طبق شوربة بيساعد على تحريك الشهية. تاني طبق هو الطبق الرئيسي بتاعنا اللي بقى موجود مثلا من لحم أو بط أو طيور أو بعض أنواع البروتين الواحد ممكن يتناولها حسب إمكانياته وحسب قدراته المالية. وبعدين فيها مثلا جنبيها رز او مكرونه او خبز، بعدين وكمان في طبق مثلا سلطه، حسب ما الانسان يعني يستطيع ياكل الصنف بتاعه متكامل. وبعدين ممكن يشرب، بيختمه باي مشروب من المشروبات التقليديه بتاعتنا او مشروبات رمضانيه. ديت الشيء الاساسي. بعدين احنا لما بنيجي نخرج لصلاه العشاء
او التراويح وبنيجي نرجع تاني، ممكن ان احنا ناخد مثلا نص كوبايه عصير برتقال، ده بيساعد على انعاش الشهيه وبيخلي الواحد ممكن ياخد وجبه تانية. يعني ممكن لو واحد مثلا ياكل قطايف او حته كنافه ممكن ياكلها مع عصير برتقال، فده بيساعد على تنشيط الشهيه. وجبة السحور برضو من الوجبات طبعا المهمة جدا اللي هي أساسا بناءها على الإنسان دلوقتي. يعني السحور بيبقى فيه ممكن فول، زبادي، أطعمة كتيرة مختلفة. إحنا بنبقى حريصين، الفول فيه غذاء، فيه كمية كبيرة من البروتين والكربوهيدرات وفيه كمان من الألياف، ده بيساعد على التقليل من الإمساك، وكمان بيدينا وجبة قوية إنها ممكن نتحمل بيها الصيام طول النهار. برضو الزبادي بيعيد الرطوبة إلى جسم الإنسان. ممكن الإنسان برضو نحن نتناول بعض التمر أو تمر ورايب، ده برضو بيساعدنا على إن احنا نتقوى في وقت رمضان. ما ننساش برضو إن احنا نشرب أو نتناول الماء خلال فترة السحور.